مع بداية ظهور الدبابات خلال الحرب العالمية الأولى، بدأت محاولات صناعة الأسلحة المضادة للدروع، ومنذ تلك الفترة بدأ الصراع بين السلاح والدروع في التطور، بدءا من الأفكار البدائية البسيطة كالقنابل والحشوات الجوفاء القابلة للرمي وحتى البنادق ذات الأعيرة الكبيرة، إلى أن ظهرت في الحرب العالمية الثانية القاذفات المحمولة على الكتف، وكانت مدياتها لا تتعدى البضع أمتار، كذلك أن قدراتها لم تكن بتلك القوة المطلوبة، كما أن استخدام هذه الأسلحة يتطلب ظهور المشغل أمام وداخل مدى النيران للدبابات، إلى أن جاءت فكرة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وبزوغ فجر الجيل الأول لهذه الأسلحة. لنتعرف على المزيد، لايك واشتراك وتعال لنكتشف. ظهر الجيل الأول من الصواريخ الموجهة في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، وكانت تتبنى نظام التوجيه اليدوي الذي يتطلب من المشغل القيادة والتحكم في القذيفة إلى الهدف بواسطة الأسلاك وعصا تحكم أو أداة مشابهة، وعلى سبيل المثال الصاروخ البريطاني فيكرز فايجلان والصاروخ السوفيتي ساغر، والذي كان الأكثر انتشارا من بين الأسلحة الموجهة المضادة للدروع حول العالم. كان أحد عيوب هذه الأسلحة أنها تحتاج قدر عالي من التدريب للتعامل معها وتشغيلها، بالإضافة إلى أن طاقم الإطلاق يبقى مضطرا للبقاء في المكان بعد الإطلاق من أجل التحكم وتوجيه القذيفة الصاروخية، وأيضا المحافظة على خط الصاروخ مع الهدف داخل المنظار إلى أن تتحقق الإصابة، وهذا ما يعرض الطاقم للخطر الشديد. ولقد كانت هذه الصواريخ معروفة بأنها شديدة الصعوبة في القيادة والتحكم نظرا لمسار طيرانها الغير مستقر. عرفت صواريخ الجيل الأول بأنها ذات سرعات منخفضة تصل إلى 115 متر في الثانية، وأيضا كانت قدرة اختراقها ليست بالكبيرة جدا. بالرغم من ذلك إلى أن بعض صواريخ الجيل الأول من طراز ساغر حققت مدايات تصل إلى 3000 متر، واستطاعت تدمير عدد كبير من الدبابات تماما مثل ما حصل في حرب أكتوبر من عام 1973 بين مصر ودبابات الكيان الصهيوني. ومع تطور الدبابات والإجراءات المضادة للصواريخ كالستائر الدخانية والدروع الإضافية الأكثر صلابة، دعت الحاجة لوجود صواريخ الجيل الثاني. ظهرت صواريخ الجيل الثاني في منتصف وأواخر الستينية، ولا زالت العديد من الجيوش تستعملها حتى هذه اللحظة. عرفت صواريخ الجيل الثاني أنها أكثر سلاسة في التحكم، فقد تبنت نظام التوجيه النصف أوتوماتيكي الذي يعتمد إبقاء جهاز التوجيه على الهدف، وأثناء طيران القذيفة تقوم الإلكترونيات في جهاز التوجيه وداخل القذيفة بإرشادها إلى الهدف، ومنها أيضا ما يتم استخدام أشعة الليزر والأسلاك وموجات الراديو. وكان من أشهر هذه الصواريخ المضادة للدبابات الصاروخ الأمريكي تاو الذي دخل الخدمة عام 1970، واعتمد صاروخ تاو على عدة طرق للتحكم وذلك حسب الإصدار والتطور مثل استعمال أشعة الليزر والأسلاك. امتازت صواريخ الجيل الثاني عن الجيل الأول بقدرتها العالية على الاختراق والتدمير التي تراوحت ما بين 400 ملم إلى 800 ملم، كما امتازت بالسرعات العالية للقذيفة التي وصلت في بعض أنواع الصواريخ إلى 310 متر في الثانية وتجاوزت مداياتها 3000 متر. كما أيضا طور السوفييت في هذه الفترة عددا كبيرا من صواريخ الجيل الثاني مثل صاروخ فاغوت وكونكورس والعديد أيضا، وامتازت بصعوبة التشويش عليها واعتراضها وكذلك قدرتها العالية في الاختراق. ومع إدخال أنظمة التحذير من أشعة الليزر على الدبابات وأنظمة الحماية النشطة مثل نظام تروفي التابع للكيان ونظام أرينا وشتورا الروسي التي بمقدور هذه الأنظمة التصدي لمثل هذه القذائف المضادة للدبابات، دعت الحاجة إلى ظهور الجيل الثالث من الصواريخ المضادة للدبابات. بزغ فجر الجيل الثالث من الصواريخ المضادة للدبابات مع الثورة التكنولوجية في المعالجات والأنظمة البصرية والاتصالات، وذلك في منتصف الثمانينيات، حتى ظهرت الصواريخ التي تعتمد على تقنية أطلق وانسى. امتاز هذا الجيل عن الأجيال السابقة بسهولة الاستخدام وعدم الحاجة للتدريب العالي، وأيضا إمكانية التشغيل لفرد واحد وإعطاء نوع عالي من الأمان للمشغل، فبمجرد الإطلاق يستطيع المشغل مغادرة المكان فورا. وكان من أشهر هذه الصواريخ من الجيل الثالث صاروخ سبايك التابع للكيان الصهيوني وصاروخ جابلين الأمريكي، وتفوقت هذه الصواريخ عن سابقاتها بإعطاء المشغل ميزة اختيار الهدف المطلوب وذلك عبر شاشة عرض بصرية مدمجة في نظام الإطلاق، أي أنه بعد عملية الإطلاق لا يتدخل المشغل إطلاقا في عملية توجيه القذيفة، وتتم هذه العملية عبر كاميرا مثبتة في مقدمة الصاروخ تقوم بأخذ صورة جديدة للهدف ومقارنتها مع الصورة التي تم تخزينها قبل عملية الإطلاق. ولكي لا ننسى، هناك نوعا آخر من الصواريخ المضادة للدبابات والمعروفة بصواريخ جو أرض التي تتميز بالمدى الواسع جدا وإمكانية إصابة الأهداف من الأعلى، ومن أشهرها صاروخ هيلفاير الأمريكي وصاروخ أتاكا وفيخر الروسي. أتمنى يا صديق أن تكون قد استفدت من هذا الفيديو، لا تنسى الإعجاب والاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة. إلى اللقاء.